السلام عليكم، زي الحال. معكم دكتورة سارة. أنا في الحقيقة جاية بس بتعليقات سريعة كده على بعض الأحداث اللي أعتبرها مهمة، يعني إن شاء الله فيديو سريع كده ما هيطول. طيب، أول حاجة نتكلم عن حكاية الإمارات اللي استنكرت واستهجنت كيف ممثلنا في الأمم المتحدة يتهمهم بدعم الحرب ودعم الجنجويد عدو السودان. نكره حطب. قال لك اصلا ما عندنا علاقه. ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني حاجه والله صراحه انا خجلت لكم. انا خجلت لكم، بخجلانه جدا اسع من انه دوله دايره تكون عندها وضع بقى كده في الدول في وسط العالم العربي، وعاوزه تؤطد لموقعها كده في وسط الدول وبتاع، ف تجي بكل سذاجه تنكر انها ساهمت باي شكل من الاشكال في هذه الحرب او دعمت الجنجويد ومن والاهم. يعني أي طفل سوداني يتولد امبارح في السودان عارف إنه الكلام ده كذب، ولكن طبعا لأنه الإمارات هي انتوا هي الإمارات دي، شنو بالمناسبة الإمارات دي المسمارجحة الدقته الدول الإمبريالية اللي بقول لكم عليها دي، أمريكا وأعوانها الدول الأوروبية في وسط العالم العربي، اوكي، وهي دي المعين لهذه الدول في خططها الكبيره للسيطره على الموارد وللسيطره الاقتصاديه والسيطره السياسيه وكل انواع السيطره، واشتركت في كل الكوارث اللي حصلت للدول العربيه، حرب اليمن، حرب السودان، حرب ليبيا، حتى في ما حدث في سوريا والعراق. بالمناسبة الإمارات قد لعبت دور كبير فيه، يعني فيبقى هي المعول والأداة اللي بتستخدم عن طريق الغرب وإسرائيل عشان تدمرنا. إحنا خلينا نفهم هي الإمارات شنو أصلاً. الحاجة الثانية اللي المفروض الناس يفهموها، الإماراتيين أو غيرهم، أنت ما تخط راسك براس الكبار ديل، الكبار ديل ما معتبر انك معاهم، يعني ما هي في مواصفات غير القروش، القروش براها ما بتسمح لك انه انت تكون وسط ديل يعني، او تكون من اللعيبه الكبار، كونك عندك قروش لغير محدوده ده بيخليك مفيد ليهم ولكن مش منهم. دي مطاعنه بسيطه كده للامارات عشان يفهموا وين هم موقعهم في العالم يعني. فبالله رجاء ما تستفزونا، وما ما 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 تقللوا من عقلنا. نحن يا شعب فقير، يمكن شعب دلوقتي بيعاني ما يعاني، ولكن ما معناته انه انت تقدر بس بتصريح للممثل بتاعك في الامم المتحده يقول لا والله نحن ما عملنا حاجه، معناه مفروض نحن نمشي مع هذا التقرير. ما عاوز اضيع وقتي في الموضوع ده، كل الناس عارفه بالأدلة المرئية والمسموعة والمشمومة أي نوع من الأدلة إنه الإمارات دي داخلة في هذه الحرب لهنا. طيب، نمشي لموضوع ثاني اللي هو موضوع حكاية المتاجرة بمعاناة الشعب السوداني. شوفوا، نحن المعاناة اللي بيمر بها شعبنا السوداني في هذه اللحظة دي ما حصلت في التاريخ كثير، بالمناسبة لشعوب كثيرة يتحسب بالأصبح كده الشعوب اللي مرت بهذه الدرجة من المعاناة الكارثية اللي بيمر بها الشعب لنا سنة كاملة في هذه القصة. وهذا الموضوع، موضوع المعاناة ده بيستخدم كأداة إعلامية للضغط على
الجيش السوداني، الشعب السوداني، ولاستمالة العالم الخارجي ده أو تبرير أي تصرفات ممكن يعملوها لتغيير مسار هذه الحرب. وموضوع المعاندة يجي طالع كل فترة كده، كله بشكل موجات كده. اليومين دي بعد مؤتمر باريس بقى في الطالع، أي قناة تفتحها بي بي سي، ما بعرف مين، الحدث ما بعرف مين، موضوعهم الوحيد. وطبعا الميديا يعني فلضت فيضانات من التركيز في هذا الأمر. طبعا الإعلام ده شغال بأوامر، ركزوا لينا على معاناة الشعب السوداني، كل الناس تخلي شغلتها وبس تركز في إعلام في الموضوع بتاع معاناة الشعب السوداني. أنا ما بقول إنه التركيز ده لو بيجيب لنا خير مرحبا به، لكن للأسف الشديد الحاجة شفناها في هذه الحرب إنه أنت بتغني الأغنية دي لكن بعد ما في أي نوع من الأكشن. بالعكس دلوقتي، لأنه مؤتمر باريس قال هديكم 2 مليار دولار عشان نساعد المواطن السوداني والنازحين في دول الجوار، لما أنت تركز في قصة المعاناة دي عاوز تبرر لحاجات أنت بتخطط إنك تعملها، وعاوز تضغط على الجيش ده، الجيش السوداني ده عاوز تضغط عليه لأنه متقدم عسكريا، فأنت عاوز تغير مسار القصة دي، ما عجباك الحكاية بتاعت إنه الجيش بينتصر بيه. طيب بكل بساطة كده، لو أنت دولة فعلا وأنا بتكلم عن أي دولة، أمريكا، أوروبا، الإمارات، الدول العربية اللي قاعدة تتفرج علينا دي، لو أنت دولة فعلا هاميك واجعك كده من جوا إنه الشعب السوداني ده بيعاني، مفروض إنه في طرق لإيصال المساعدات، في طرق معروفة، في حروب كانت ضروس لكن الناس قدروا يساعدوا أهل البلد. يعني نحن حاربنا دي ما أول حرب. و ال 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 الاحتياج للمساعدة ده نحن ما أول ناس نحتاج، لكن العالم بيتفرج علينا، العالم دلوقتي قاعد بيتفرج علينا، ولو ساعدوا بيساعدوا عدونا، عدو الشعب السوداني اللي هم الجنجويد. لأنه المؤامرة توجهها إنه هؤلاء الجنجويد هم اللي يتغلبوا على الجيش السوداني وإنهم يسيطروا على البلد. دي المؤامرة، دي النظرة العامة. تفاصيل كيف يحدث ذلك بتختلف على حسب المرحلة اللي احنا فيها. الحاجة اللي ما توقعوها إنه الجيش السوداني ده يجي في الوقفة دي وإنه ينتصر ويتقدم عسكريا، وده الحاصل دلوقتي. فيبقى أنت لازم تشوف لك طريقة تغير هذا المسار وتغير هذا الوضع. طيب نرجع لأنه لو أنت عاوز تساعدنا كنت هتعمل شنو؟ أنا دولة قلبي واجعني وعندي إمكانيات ودايرة أساعد الشعب السوداني، أعمل شنو؟ أول حاجة أشوف السلطة الحقيقية التي تتكلم باسم السودانيين في اللحظة دي، بغض النظر عن إنه نحن فرحانين بالسلطة دي ولا لا، لكن ده الحاصل. السلطة الموجودة دلوقتي هي سلطة الجيش. الجيش هو اللي ماسك البلد دي. يبقى أنت بالمنطق أول زول تتكلم معاه منه؟ الجيش وقادة الجيش. تقول لهم والله يا أخي أنا دولة غنية ودايرة أساعدكم، شاعر إنه أنتم محتاجين مساعدة. ساعدوني أعمل، وروني أعمل كيف، أعمل شنو. أدوني الإذن وادوني الامكانيات المحليه بتاعتكم عشان انا اقدر اساعد الشعب السوداني المسكين ده. اوكي؟ ابقى خطوه نمره واحد، اتكلم مع الجيش ومع قاده الجيش عشان هم ديل اللي موجودين وهم ديل السلطه. خطوه نمره اثنين، تتعاونوا مع بعض عشان اللي اسمه مساعدات تصل. لكن شوف دلوقتي المساعدات دي ماشية كيف؟ أول حاجة مشوا اجتمعوا هناك في مؤتمر باريس من غير الجيش. أول ما في ما نادوه أصلاً، ما قال له تعال ولا
يعني انت مفروض ولا كده، شوف نترك خلافاتنا على جنب عشان نساعد الشعب السوداني، عشان تعرف انه ما في حاجة بتتعامل خارجة من ضمير الإنسانية في العالم ده، لا، أي حاجة بتتعامل عندها شيء وراها. أنت رفضت أو ما حتى يعني شفت إن وجود هذا الجيش اللي هو السلطة الموجودة داخل البلد دلوقتي مهم في عملية المساعدات الإنسانية. كيف داير تعمل الحكاية دي طيب؟ انا يعني انا نفسي افهم النظريه شنو يعني. انت ايوه والله بقيت فالح وفنجري وطلعت لنا 2 مليار دولار، خططك شنو في انه تجيب لنا نحن كسودانيين؟ انسى الجيش، انسى الحرب، انسى اي حاجه، انسى الجيزان والفلول والكلام الفاضي ده، ركز لي مع الشعب السوداني المسكين اللي بيعاني، النسوان اللي بيجيبوا فيهم في اللقاءات بيبكوا ديل والحاجات دي، داير تديهم او تجيب الاثنين مليار دي كيف عشان تفيد الناس دي؟ ده ما غرضك، ده ما غرضك، غرضك انه انت تضغط على الجيش اللي هو زي ما قلت لكم متقدم عسكريا الان، وتضغط على الشعب السوداني، وفي كثيرين طبعا بيستجيبوا لهذا الضغط بالمناسبة من غير ما يفهموا ابعاده شنو اللي خلفه. يعني تقول لك ايوه والله الحرب المفروض تجيف لانه معاناه، انت ما عارف انه معاناه الشعب السوداني ما حتجيف اذا هذا الجيش توقف عن القتال. الفهم ده، الربط ده غلط. هذه المعاناه اللي انت داير توقف لها الحرب دي ما حتجيف اذا توقف هذا الجيش عن القتال. نحن حنجي في واقع جديد، واقع ما حيعجبك، صدقني صدقني ده ما واقع حيعجبك. فيا جماعة، يا جماعة أقروا الأوضاع صح، أوكي، ويا مرحبا بأي دولة شريفة فعلا عاوزة تساعد هذا الشعب المكلوم، يا مرحبا يا ريت. لكن هذه البروباغاندا الحاصلة دي ما لي مصلحة الشعب السوداني، وإنما لانتهاك أكثر وأكثر. شكرا لكم، شكرا جزيلا، والله يعين الشعب السوداني ويرفع عننا هذا البلاء وينصر الجيش السوداني، لأنه نحن عيننا حتكون في عين الناس ديل لو انتصرنا واستعدنا كرامتنا. بعد ذاك اللي عنده كلام يجي يتكلم معانا. شكرا لكم.